ياسر ليه زعلان؟ ليه حزين؟ شو ضايع لك هنيك؟ قلي. المهم انه خلصت منه على خير. كيف سرعة البديهة عندك؟ منيحة. وحش. وحش؟ وحش. لك ايه البوط؟ ايه. انت وحش. ما بتتعبى مي. نجار؟ هيك يعني. شاكوش معهم؟ مسمار. خارق. حارق متفجر. مرحبا. يا هلا. كيفك؟ تمام. تعرفني عنا؟ ياسر. اسمي ياسر. ياسر ليه زعلان؟ ليه حزين؟ والله مو حزين بس يعني هيك ما في شيء. تعرف انت طالع لك تقبل تسخونة هون. ايه. تعرف هي من شو بتطلع؟ من شو؟ اذا الواحد كان كتير زعلان. ايوه. حدا مزايقك شيء؟ لا ما الحمد لله ما حدا مزايقني. عمدي لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. المهم انه خلصت منه على خير. الحمد لله. جاهز لحتى اسألك حزازير؟ ايه جاهز. كيف سرعة البديهة عندك؟ منيحة. حدا ذكي انت؟ يعني منيح. هيك بيقولوا كل عيونهم خضر ذكايا. هيك بيقولوا. ايه والله انا اشوف. طيب بتعرف شو هو الشيء اللي انت بتحمله وهو بيحملك بنفس الوقت؟ انا بحمله وهو بيحملك بنفس الوقت. البوط. وحش. الوحش. وحش. لك ايه البوط؟ ايه. انت وحش. لك مو الوحش انت وحش يعني قصدي هي ردة فعلي. اوكي رح اسالك سؤال ثاني. ايه ماشي. شو هو الشيء يلي ما بيمشي معك غير لتضربه؟ ما بيمشي معي غير لأضربه؟ شو هو؟ شو ممكن يكون؟ ما بيمشي معي؟ ايه يعني ما بي يعني ما ما بيعمل لك اللي بدك اياه غير لتضربه. بتعرف شو هو؟ هو الشيء بيستخدمه النجار. النجار. هو نجار. اللهم صل على النبي. شو ممكن يكون؟ الشاكوش معه. قربت. الشاكوش انت شو بتستخدمه؟ تضرب فيه. شو بتضرب؟ البسمار. وحش. طيب رح اسالك سؤال ثاني. اذا انت معك بيضه تمام وزتيتها هون بالبحر هون بالسبكه، ايه شو بيصير للبيضه؟ يمكن انه شو بيصير له؟ ما اظن صار له شيء. ما بيصير له شيء. ما بيصير له شيء. فشو بيصير؟ شو هي شو بيصير له؟ بجوا انه بتنسى. لا بتنتقع وهيك. ايه يعني شو بتتعبى؟ بتتعبى مي. وحش. على فكره انت جاوبت على الثلاثة. بدي لك شغله ولا واحد قدر يجاوبني على الثلاثة سوا. جود. فانت خارق حارق متفجر. شكرا. انت ربحت معنا جائزة مقدمة من يلا تي في حبيبي من برنامج راي اجين. بدك شيء؟ سلام. مرحبا. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. طلع في. بتعرفني عنا؟ ممدوح. ممدوح؟ ممدوح كيف سرعة البديهة عندك؟ وسط. انت حدا ذكي شيء؟ يعني هيك. هيك يعني. في شيء هناك عم دور عليه؟ لا. طيب ممدوح بدي اسالك ثلاث حزازير اذا بتعرف واحدة منهم تربح. جاهز؟ ايه. كيف سرعة البديهة عندك؟ قوية؟ وسط. وسط، اوكي. ممدوح في شو هو الشيء اللي انت بتحمله وبيحملك بنفس الوقت؟ البوت. البوت؟ شنو البوت؟ البوت. البوت. وحش، انت من وين؟ انا هيك دخيل الشوز يعني. انت من وين؟ من الليجاني. وين هاي؟ بريف دمشق. اوكي. والنعم. احسالك سؤال ثاني. تفضل. شو هو الشيء اللي ما بيمشي غير بالضرب؟ اللي ما بيمشي غير بالضرب. شو هو؟ يعني هو بيستخدمه النجار. الشاكوش. شاكوش؟ الشاكوش لشو بيستخدمه؟ المسمار. وحش. مسمار. وحش مسمار. طيب هلا اذا انت معك بيضة تمام؟ لا. مسكتها وزتيتها بالسبكة. شو بيصير له؟ ما بيصير له شيء. ما بيصير له شيء؟ لا. طيب إذا مسكت جاكيتك وزتيته بالبحر شو بيصير له؟ بالنهر هون بالبحرة شو بيصير له؟ هل إذا جاكيتك زتيته هون بالبحرة هي شو بيصير له؟ بتعبى مي. والبيضة؟ ما بتتعبى مي. ليه؟ لأنه بيضة. يعني زتيتها هلا أنت بالهون ما بتتبلل؟ لا.
من جوا لا من برا ايه رجعتك من برا ما بتبلى مبلى معناتها بتتبلى البيضه ولا لا ايه ممدوح عند حدا ذكي في سرعه بديهه 90% متوسطة اكثر من فوق من متوسطة بشوي شو ضايع لك هنيك قل لي عم دور على حدا هنيك لا والله طيب ليش كثير عم طلع لهنيك هيك عادي طيب اوكي ممدوح انت ربحت معنا جائزه مقدمه من يلا تي في من برنامج رايق شكرا لك شيء سلامتك.